يلا يلا كويس كويس، انا اللي ابغاه كذا. اسلم اسلم، ايش قاعد يصير؟ لا لا كان رجعت للمخيم بس اسلم عليهم، يعني ما في مهمات المخيم بس يعني ممكن. هلا كان مضبوط، شكلك مبسوط. ها قلت لك خلنا نبسط الليله. ايه وش عندك؟ عندنا حفله. ايوه يقول حفله صغيره. اسلم وراك دفيتني. طيب ايوه يقول خلنا نحتفل حفله لانه خوينا رجع. يقول ما راح يكونوا ما راح يسوون شيء الا لفتره عشان انهم قاعدين يحتفلون. الزبده خذ لك قاروره جعه وخلنا نفلها. ايوه كات طيبين يا شيخ. والله والله يقولون نشرب يا دتش، ايش رايك؟ وصلت بس بس اح خلصها احول. ايوه غناء والله ما ردك. امش خلنا نغني. يلا يلا ادينا 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 شغل البتاع. الله رايق آرثر. تمام خلاص خلاص خلصنا. والله ابي اكل انا على اساس انه ناقصني هيلث شويتين. خلنا ناكل شويتين كذا، تعرف الواحد يضبط له اكل وكذا. كل يا شيخ كمل كمل. يلا ما 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 ردك ف اوه والله خلاص يعني بالقوه رجع الهيلث حقي. تمام ايوه تيك ا بوتل اوف ويسكي. ويسكي يلا. اوه يلا زلط. وينك؟ ها وين هذي؟ يلا ما ما ردك بس خلنا خلص الويسكي ونطب. يلا 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 حرمه ماري بث اكسبت. ايوه اكسبت. يلا خلنا نرقص. ايوه اسلم. Forgive me now. Stop, say Arthur. It's okay to dance. It doesn't mean we won't stop thinking you're angry and sad. Uh-huh. What you think of me? Sad in a good way, like a romantic poet. Hey, chill, chill. قاعد تصرف هذه إنه زبدة. خلاص خلصنا. طفشت. يعطيك العافية. عفوا. هذه صور. وش هذول؟ العائلة الكريمة. يا الله صباح خير كيرات طيبين يا شيخ. سلام عليكم. وينهم؟ يسولفون هنا العيال. اوه هلا والله. هوزايا وشيمس؟ تو سمعت واحد يناديه يقول له شيمس. هلا والله. انت مصارع شيمس؟ اي والله شيمس. I know such thing. Prospective new partner if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. He's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace.
There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Okay. الرجال كان خايف يسوي معانا بزنس. بعدين قلنا له ثق فينا ما عليك اسهل. فقال لنا لازم يعني تثبتون انفسكم. وبنثبت انفسنا بانه نروح نخطف اشياء من خوي من ولد عمه. ولد عمه بالزواج قال لك يعني ما هو ولد عمه ولد عمه ف يا الحبيب تمشي معي ولا يلا امشي. ف قال لا تروح تذبحه يعني خليك شويه رايق اسرقه وبس بس he won't cause us any problems. A safe spot, defense, wagons, and coaches, that's easy money for us. I guess you're oh. حنا رايحين نسرق حصان بالمناسبة. يقول لك هذا يعني ينفع نخاوي بعدين على أساس يصير حق تهريب. أو يعني فنس. يصير فنس. أوه. معليش. فاهي أنا. تعال تعال معليش بالغلط يا شيخ تعرف اللي هو مشي معي بعد يقول لك على قول الدتش احنا توقعنا اصلا خير شر انه ما الناس تفقع مننا العصابة يعني اللي احنا ماشيين معاهم لكن ما قصروا قعدوا معنا لانه على قول الدتش لما الذئب الوحيد ما يمشي لحاله See the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Okay, يقول لك الحظيرة هناك وإن شاء الله يكون فيها الحصان اللي نبغى نفشخه. طيب أنا بتمشى كذا يا حبيب. Okay, let's take a quick look at the place. يقول لك خذ لك طلعة سريع. أبشر. والله وأنا نازل بدون أسلحة والله إني فاغر. زوم. شوف أحد إيش إيه. اوكي هو مدخنه هذه شغاله فاكيد انه فيها احد I'll head over distract him by putting on a little show while you sneak into the house find what you can and get the stagecoach or wait until nightfall sneak in then I'll get the coach you can try the house what do you think والله نسويها ايش رايك في الليل يا رجال صبح يلا نجد خلنا نخلص يقول لك تنسويها في الليل ولا لا هو بيروح يلهيهم بعدين انا بخش اسرق الاشياء في البيت بعدين اسرق الحصان ايوه خرب بيته وين شت هدي لولو طاير فوسنا ذا الثور والبقرة يقول روح حاول تسرق منهم الحين ذا منهم قاعدين مشتتين بس كيف اخش البيت الو ماني شايف شيء ايوه تمام يلا 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 اتوقع ممكن يكون في شيء هنا لا ما في شيء يلا يلا سريع عندنا لازم نسرق اشياء ب 45 دولار قيمتها يلا اوه قلاده ان شاء الله انا بفلوس غاليه هذا الباب بغيت افتح عليهم والله يلا ما في احد في البيت كويس هذا اللي عاجبني يا اخوي نبي اغراض بفلوس ايش هذه الاغراض ابو كلبيه معقوله ما عندهم شيء لا ان شاء الله انه في شيء في الدولاب ذا اوكي يلا افشخ جميع العصائر اللي عندهم اوه تو خذينا قلاده ذهبيه تمام ساعة
اوكي خلاص صلى الله وبارك. تمام انزل ان شاء الله في اغراض هنا. تفاح اي بوي افتح الدولاب. جزر يلا ما بقول لا افتح الدولاب ولا ما يمدي نفتح هذا. اوكي اوه المدخنه خلينا نفتش المدخنه لا يكون فيها شيء زي ذاك المره حقت اوكي ان شاء الله. وسلام والله لقيت فيها فلوس. هيا فقعنا يا ولد هيا والله مره. طيب هنا ما يضر نسرق على السريع. اوكي اوه ساعة تمام اخر درج. ما في شيء دقيقة يكون في شيء هنا في ال على السريع. جيب اغراض يا اخوي والله. سنيك اويل زيت السمك زيت ال اما السمك ايش دخل السمك بالموضوع؟ زيت اللي هو البتاع ذا. افقع والله قاعدين هنا العيال احسبهم عند الباب. طيب خرب بيتك ليش فكيت الباب كذا ايش بأمك؟ Wait for Hosea inside the bar. طيب يقول نصبر لهوزايا. والله في ناس يتمشون برا. انا بعد بفتح نص طلة مو هلا 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 يا مدن تعال يلا بسم الله. مين بيسوق؟ انا ولد. ايوه طيب شوي اما داروا عننا. اوكي والله داروا عننا شت. حصاني ايوه تعال معنا يا حصاني. كويس حصاني جاي معنا ان شاء الله. الو حصان يب جايين حصلاتنا معنا. كويس اما شد من مير كارفل. اوه يقول انه عشان شو اسمه خليت درج من الادراج مفتوحة ولا حاجة زي كذا. يعني اذا خليت اي شيء مفتوح انتبهوا لك. يا جمعت 200 دولار رزل ولا يقول انه هذا يقول هذا شيء مره اسهل من انه تصطاد لك دب. وصلنا اوكي تعال هلا والله بالكلب الحبوب. فكل الباب. هلا والله لعبنا على عيال عمك. يلا تم البرك. انا ازهق. Nice work, Hosea. ايوه. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. ايوه. قاعد يعزز لي على اساس انه ينبسط مني شويه الشايب. I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. اوكي. يعني هذا اذا الحين سرقنا احصنه ولا حاجه زي كذا نروح له ونقول له ابد روح بيعها. هلا والله. ايش تبغى اكسبت ولا ديكلاين وشو؟ وش فيه؟ sure. يلا اكسبت. ما قال لي ايش فيه اكسبت ولا ديكلاين. بس خلني بسوي اكسبت ما بقول له لا. ما ادري ايش يبغى هو، كان يبغى شيء بس ما قال لي، عارف؟ بس يلا ممكن يقول نرجع معاه للمخيم مثلا؟ يلا ما اقول لك لا. نرجع للمخيم يا طول العمر لانه ما عندنا كذا شيء نسويه هنا. هلا والله بالمخيم. حياكم الله. اوكي. وش فيه؟ وراك هديت طيب؟ امشي.
انا يا رجال دائما اطب عليهم درعمه كذا، تحسبني اطب عليهم هادي يا رجال. ايوه السلام عليكم. يقول $300 وال يعني نصيبي $75، لكن يعني $300 من ال الشيء اللي سرقناه هذا كويس. هلا والله بالعيال. واضح انه سك فل امه امس. ايوه اوكي ثانك يو مش كريمشا. ارثر مو ارثر، جون كان يدور علي ويقول انه جنب الشجره اللي عند ال اللي عند المخي اللي عند النار. هذا هذا هو جون. الو جون، جون سولف معي. ايوه يقول يشعر بانه طبيعي مره ثانيه. ايوه هلا، لقيت جون مارستن بس يعني ما كان لازم نكلمه عند المخيم، لا كان لازم نكلمه تحت الشجره. ايش تبغى؟ Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. كيف تذكرون لما كنا في البلدة أول مرة رحنا فالنتاين وماري بيث سمعت إنه في واحد في قطار من نيويورك مدري كيف يجي بأشياء محملة رايح لنيويورك من مدري وين. الزبدة الرجال جون مارستن سمع عن الشيء هذا من العم أنكل، وكالعادة أنا دائما أضيع حصاني ما أدري وين حصاني. المهم قال تبي مساعدة يا آرثر؟ قلنا له يا رجال أصلا ماني متأكد بسرق ولا ما مشوار إني أقعد أوقف قطار ومدري كيف. فقال لنا خطة جميلة جون، تفاجأ منها آرثر صراحة إنه جون عنده المخ إنه يفكر بذا الشيء. يطقطق على جون إنه يقول له يعني أنت مرة غبي تراك. فالفكرة كالتالي إنه شو اسمه نروح نجيب له عربة مليانة نفط أو زيت مم شو اسمه نولعه ونحطه على القطار او مسار القطار يعني سكه الحديد، واكيد بيوقفه. سلام طلق لو مع نفسه. المهم قلنا اكيد بيوقفه عشان اكيد الرجال اللي يعني سواق القطار ما يبغى ينذبح فينطبخ حي على قولته. فقال له اوه والله فكره حلوه تصدق والله مش بطال. مشينا يا رجال نروح نجيب لك شو اسمه واجن هذه اللي هي العربة المليانة زيت. دائما انا قلت له انه دائما اشوفه عند حقين التصفية هذول الريفاينري، وابد نروح نفشخ لنا واحدة وهو هيجيب معدات الباقية، بيجيب اسلحة بيجيب ديناميت وحركات كويسة ونتقابل. اتوقع وصلنا للصفاية حقت الزيت. اوكي هذا حارس شت. طيب طيب وهذا حارس ثاني. والله المنطقة مليانة حراس. هلا وش ذا الشيء الصغير اللي يمشي كيوت. مهم لا والله المنطقة مليانة حراس شت، وانا ما ابغى اخذ عربة مليانة زيت ويقدر يطلقون علي. فشكله نوقف الحصان هنا.
ناخذ اغراضنا من الحصان بعدها نحول كرباين. اوكي ان شاء الله انه اقدر انقز من هنا. ايوه ممتاز. سلام. طيب في عربة هناك فضل هي اللي ناخذها. هذه تشوفونه وخرب بيته. والله بغيت اطب عليهم. لا في كلب في كلب لا يدبس علينا. طيب اوه في واحد شافني يقول هاو ديد يو جيت ذير. يقول لك من الاحسن انك تفقع الحين. يلا يلا كويس كويس. انا اللي ابغاه كذا. اسلم اسلم. ايش قاعد يصير؟ تو صار جلتش محترم في العربه. اوكي لا يفجرون العربه. يلا سريع. اوكي يلا 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 روح روح وين روح وين وين الطريق؟ ما عليه بكمل سيده بس اهم شيء نفقع منهم. ول والله كان في تخفي محترم. الزبده هذه السياره اللي قدامنا قاعد تمشي بدون احد. اهنيها لانه كان في طلق نار اتوقع وانخرشوا. انا عجبني انه الاحصنه انخرشت وانا على الماشي كذا ركبت. المتفاجئ منه صراحه انه مو قاعدين يدورون علي. يعني خلاص يعني اعتبر فقعت. اوه دقيقه اصبر. اوه على الطاري على الطاري على الطاري جاني. بس انا وقفت عشان على اساس انه كان في تسريب في الزيت. اوكي اوكي دي الوحده. ايوه بس يا شيخ انتف الحصان وانتفك. والله في تسريب في الزيت يا هو. سريع افقع. قاعد اسمع صوت تسريب زي اح. اوكي هلا بالعيال هلا. ايوه بس انتف ليو. اديني اللي بعده. اوه قبل قبل يطلق علي وهو طايح. بس كويس ما بقدر يجيبني اذا انا فقعت. ول تو تعرف اقول اوه لا خلاص شكلي فقعت. الا فجأة الجماعة يطلقون علي ومشكلة في زيت قاعد ينزل من البتاع ذا فممكن احد يطلق علي و انفجر. رينا والله يستر. ايوه هذه هي الحظيرة. لا مو هنا. ما يبان نزبنا في والله حادث. ورا ورا يا عيال عيال. والله الحادث أليم صراحة. بس سريع لأنه العربة قاعد تسرب زيت. اوكي هدي. ايوه تمام. وين بس كذا يباني يسيبها في العراء كذا. طيب والله قاعد تسرب ترى انتبه. اي أيوة والله شوف كيف كمية تسريب قاعد يجي منه. ايوه والله التفاصيل على الحصان تو مش ممكن. يبون الحصان وكذا. يا الحبيب قاعد تسرب ذي. اوه ما عاد تسرب سبحان الله. ولا الا والله بشوف باقي تسرب. يا ليل ابو لمبه. وهنا في شويه تسريب بس ابو كلب. شوف شوف كيف تسريبه كنا بكسلات كذا. ما علينا المهم خلاص المفروض ان سوينا الشيء حقنا. ها وش بك؟ لا ولد وش بك؟ وضعك طبيعي؟ ها طيب تحتاج دواء؟ اما سك ذا فينم اوت. لا لا يا ابوي عطى عطى دواء وخلاص. اوكي عطى دواء وخلاص لانه اخاف وانا اخذت منه السم. شو اسمه؟ اتسمم انا. ما ابغى اتسمم. خلاص؟ يو جود؟ الله يسلمك. ان شاء الله ان شاء الله ترد لي الدين. يلا توكل في امان الله. يقول مو عاجب الوضع. الله يستر عليك. يلا من جد وخر عن الثعابين لما انت قد يعني. جون يلا خلنا نبدا نبي الصرقه. ايوه ابد سرقنا كل شيء. ايوه اوه نحتاج واحد ثاني. اوكي تشارلز تشارلز رجال كويس عارف قناص وكذا.
Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. طقطق عليه يقول تراني مو بغبي يا هذا. يقول له المرة الجاية خل الذئاب بس يأكلون مخك كامل وأبد بتصير أذكى واحد في الحياة. أبيجيل. ألو؟ زوجة جون. شو صبغة ذي؟ السلام عليكم أبيجيل. عندك شيء؟ ألو؟ خلنا نسولف معه. قول تعال دقيقة وش فيه؟ شو وضعك؟ Can I ask you a favor? Probably Sam. Not. Very funny. Okay. Would you do something with Jack? Jack. He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the Jack. Poor kid. ولد جون. Because I'm your. Hey there, old Jack. Nursemaid. Because he likes you, and well, you know his father's useless. Okay. Thank you. اوكي جاك طقطقت تو على جون قالت انت تعرف ابوه وما له امه فايده فقالت له روح سولف مع جاك لان تعرف انت جاك يحبك وكذا فابت جاك بالمناسبه تلعب فيه في الجزء الاول بالمناسبه يعني حاجه مره فخمه فهلا جاك هيت ذا رود جاك نوم ايش اخبارك قاعد تلعب؟ عندك شيء مسلي؟ تبي نروح اصطاد؟ اي اوكي اوكي ايوه كويس 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 تمام قلت بسوي له انا الحين سناره الرجال قال لي اول ولد قلت له عندك سناره قال لي ايوه سوي لي اياها كل زها وزايا اوكي يلا يلا تعال يلا يلا جيب ايوه اركب اركب يلا يلا تبي نتوكل يلا ونروح نصطاد يلا يلا بحيره أو عند النهر برضه ينفع ما عليك إيه؟ أيوة يقول لي ورا ما نرجع للمخيم جنب بلاك ووتر نسي قصة كتاب قصة يعني أيوة يقول شو اسمه بعض الأحيان الناس هذول هيطلبون منك أشياء اللي هم يركبون معك وكذا أخوياك يعني و يطلبون منك أنك مثلا تجيب لهم أغراض زي هذا مثلا طالب منك تجيب كتاب أنا عندي طيب فيشنج بول إي والله عندي ممتاز بس بس هنا أيوة ممتاز تعال تعال يا شيخ أسلوب والله طيب استخدم طعم اوه جبن ايوه كل ما صار ريحتها اقوى كل ما صار افضل طيب اقول استخدم معصبك وليس كتفك او كوعك اوكي اقول لك اول ما تحس ان هذا يلا 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 في 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 سمكة هنا أيوة اوكي يلا 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 اسحب يا ولد يلا ساعة ذي قاعد والله شكلنا سحبنا حوت أيوة هذا حوت حوت من جد صغيرة قدك ها يقول مفروض انك نرمي الصغير هذا عشان نرجعه اوكي ايوه هول بالعيال هول بالعيال هول بالعيال روح يمين والله شكله والله شكله رزق يا ولد والله شكله جمعنا ما بينسحب ذا
ايوه لا يا شيخ بلوك قل مره ثانيه يا حول يقول بمسك واحده بس زياده وخلاص نسميها يوما ايوه اما سوالك نيكلس سوالها عقد ايوه And in such complex circumstances. Yo, Allah, Driscoll. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Oh, hello. Who are you? Yes, Arthur Morgan, Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton? Agent Ross. Pinkerton شرطة. Detective Agency. Seconded to the United States Pinkerton. Government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard... guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent... Milton. You see... I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Who are they? شرطة يا بوي. No one to worry about. No one at all. زبدة هذول قاعد يتكلمون عن فاندرلين اللي هو AKA داتش. يقول لك سمعنا عنه انه سرق قطار حق كورنوال وكذا. فقال لهم يا رجال هذا قديم هذا وش نسرق قطار وكذا. قال لهم لا سمعنا عنه نبا سلم الحين ولا تودع. فقلنا له ما قعدنا نهايط عليهم الزبده وقال لنا تكلمنا ان واحد اسمه فيه ماك كاليندر. كاليندر هذا قال لما قابلوه كان قيدو اصلا مطلوق عليه وهذا كذا ذبحه زياده يعني ذبحه خير شر. فقال له زين ده والله هو مودع ماك. I hope he's just fine where he is. الله ودع. Don't worry about them. قاعد توي يسأل عن ماك. اوكي. That's why you got all of us to protect you. Folk like them. صح. انت عندك احنا نحميك من هذا. I got it. ايوه. Good. Did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. طفش من الانتظار في حرجة الصيد هذه. طيب ما عليه سوالك هذا عقد يا أبيجيل. والله جاك مصبوط. هلا والله مصبوط وضعنا. ايوه 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 قول انبسطنا. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with them. قابلنا ناس. Okay. Hey. AKA Pinkerton. You did real fine, kid. Thanks. صياد محترف يلد. ابي جون مارستن بنروح نسرق قطار. What? ايوه. I just met some guys out near the river.
A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. It's just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. أبد يقول لازم نروق المانجا. هم قاعدين يحاولون يخلونا نسوي شيء غبي. فا أوكي 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 أوكي. So... المفروض ما نسوي شيء غبي.